من جوه التراك وخلاص دقايق وهتنطلق الجوله الاولانيه جوله التصفيات، ويمكن الجو معاند معانا مش فاهمينه، شويه ميه بدات تنزل علينا. فاولا مبروك الراوند، انا بحب الراوند بتاعت شرم الشيخ، وبالنسبه لي الراوند بتاعت شرم الشيخ ما اعرفش بحس ليها طعم تاني. والله شرم، عشان شرم ده التراك بتاعنا تاني، انت عارف شرم بالنسبه لنا برده سوبر هوم، بيتنا، وبنحس دايما بنطلع براها ان احنا مش موجودين. حجم التراك كمان، حجم التراك والاوبريشن والعربياتك كلها هنا والميكانيكيه بتاعتك كلها هنا، انت داخل جوه بيتك فبتبقى مطمن شويه. النهارده اليوم الاولاني ده يوم تصفيات، قول لي كده ايه اللي هيحصل؟ هو يوم اكتر تصفيات وبراكتس للناس، وبياخدوا بنعمل براكتس بجرب عربيته عشان لو في اي مشكله ثابته في العربيه بيلحق يغيرها، بعد كده بينزل براكتس بعد ما يخلص كواليفيكيشنز يبقى يشوف عربيته ثابته بتاعها تمام ولا لا، كده بينزل هيت بقى، هيت واحد وهيت اثنين، ده اللي بيبتدي يجمع فيه البوينتس لبكره اللي هو بكره الاكشنز الاكتر اللي هو البري فاينل والفاينل. النهارده مجرد تجميع بوينتس اكتر من هو اي حاجه ثانيه. هو النهارده احنا بنلعب لعبه مختلفه خالص، وهي لعبه الهيتس. الهيت اللي خلص حتى بوزيشن اول واحد في هيت واحد، اول واحد بيخلص في هيت 2 بيخليه اخر واحد يبدا، عشان دايما نلعب اللعبه اللي هو لو كان حد عنده مشكله في عربيته اي حاجه ديورنج الهيت الاولاني عشان ينزل هيت الثاني وهو واخد جريد في اول واحد. وبعد كده بري فاينل والفاينل بقى بنجمع بوينتس بتاعت هيت 1 وهيت 2 عشان بقول لك خلينا مفاجاه بكره احسن. انا شايف ان خلاص اللحظات الاولانيه. النهارده احنا عندنا كام سواق على التراك؟ عندنا 10 سواقين بروفيشنال، وعندنا حوالي 20 واحد مبتدئين. امال سيني اللي هم اس دبليو اس، سوري اس دبليو اس، سوري اللي هيطلع منهم واحد في فرنسا 2019 ان شاء الله بقى، انما ان شاء الله العربيات دارت انا عارف خلاص، فلازم نطلع من التراك. جود لك ان شاء الله النهارده راوند مهمه، او خلينا نقول تصفيات مهمه، عشان في الاخر بكره نشوف مين اللي هيبقى واقف في البوزيشن بتاعه في الستارت لاين الصبح في جولتين بتوع بكره. بكره جولتين ولا جوله واحده؟ لا جوله واحده، احنا عاملين الجوله على يومين عشان احنا النهارده بني شويه تعرف شويه المطره، فقلنا خايفين يحصل حاجه، خايف الارض، احنا قلنا ناخد وقتنا كويس جدا، وعاملين الجوله على يومين النهارده بكره ان شاء الله. جود لك ان شاء الله، ومسي يا عمرو. ازيك يا تامر؟ نورون. ان شاء الله ليهم مستقبل كبير. هو كبر يعني، اول مره ابتديت اتصور معاك حسين. حسين عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. جاهز النهارده وبدات الموسم ازاي؟ بدات واهم حاجه نظبط العربيه الاول، نزلت البراكتس نتشيك العربيه لو فيها مشكله نغير على طول. يمكن خبره اللي خليتك بتشوف بطوله العالم خليتك تاخد خبره كويسه، تبدا ان انت يبقى في فرق بينك وبين شويه من الناس اللي لسه بتسوق لاول مره. طبعا البطولات العالم وعموما اي سباق بيديك اكسبيرينس اكتر وبيخليك اجمد في التراك من المتسابقين التانيين. السنه دي في تركيز شويه عشان نطلع البرازيل. طبعا ده حلم كبير صراحه، يعني نطلع البرازيل وننافس هناك على السواقين هناك تبقى حاجه كبيره جدا. هتعمل ايه عشان تقدر تجمع اكتر بونص؟ انا هحاول اكسب كل ما اقدر، وحاول يعني العربيه تمسك معايا، وان شاء الله هنكسب. توفيق حسين وجود لك ان شاء الله. شكرا. احمد مثلي من السواقين اللي تركزوا معاهم، لان ان شاء الله هو اللي هيمثل مصر في ايطاليا، هو الكسبان البطوله بتاعت الاس دبليو اس، واللي هيكون بيمثل مصر في البطوله النهارده. اتفاجئت ان انت بتسوق حاجه تانية النهارده؟ انا بعد الاس دبليو اس قررت ان انا تبقى اخر حاجه ليا، طبعا ممكن بعدين ممكن اسوق فور فن، بس انا مركز في الروتكس لان والدي 2 بالذات، لان انا بحب الشيفتر صعبه. ف 34 حصان، فانا مركز. السباق كمان سباقها صعب بالظبط. انا اخر راوند في اوت اوف روم كان اول مره ليا على الدي 2، كنت محقق مركز اول، بس عربيه عطلت بيا، اداني طبعا كونفيدنت ان انا اسابق في الدي 2، وان انا ما اخافش من سرعه سريعه زي الدي 2 البروفيشنال. طبعا بيك ستيب بالنسبه لي، انا عاوز احقق طبعا في حاجه حلوه، اسافر بطولات عالم في اوروبا عشان امثل مصر ان شاء الله. ان شاء الله
فانا قررت بعد الاس دبليو اس ان شاء الله احقق مركز حلو في ايطاليا، وبعد كده اركز على الروتكس في ان انا احقق مركز حلو في ايطاليا. تجميع البوينتس مهم جدا عشان تقدر تطلع في الاخر تمثل مصر في بطوله العالم. سيزون مش سهل، وخلينا اقول او خلينا اقول البطوله اللي في البرازيل هتبقى صعبه، ودي تو من السباقات الصعبه، مش سباقات سهله. وخليني اقول كمان دي تو مثلا من الحاجات الصعبه، لان هو سواق مش عايز اقول ان هو ركز قوي في الكارتنج وقال انا مش هطلع لحاجه تانية، ومعظمهم بيكونوا سايقوا حاجات ورجعوا تاني. مظبوط مظبوط. سواقه الدي دي 2 بالذات الماسترز هم كلهم بروفيشنال ريسرز، وكلهم ممكن يكونوا كانوا بيسوقوا ناسكار، واللي كان بيسوق اف 3 وحاجات كده، ولكن كلهم بيحبوا ورجع للكارتنج. هو ده اساس الفورمولا 1، الكارتنج هو اساس الفورمولا 1. عندك شوماخر ابتدى، كلهم ابتدوا في الدي دي 2. العربيه دي دي 2 سريعه جدا. ماكس كان في يوم من الايام هنا في التراك ده، ماكس كان هنا، كان في شارل الشيخ مطرح ما احنا واقفين دلوقتي. الدي دي 2 عربيه سريعه جدا، توصل لحد 160 كيلو. في القاهره ما كناش بنقدر نشوف السرعات دي، لان التراك مش كبير، انما الحمد لله هنا في غيبلي تراك كبير، وبتقدر توصل للسبيد ليميت اللي هو 160 على 2 سبيدز. هنا التشالنج الملفات مهمه جدا. الانتري بوينت والاكزيت بوينت بيحددوا لك السرعه اللي انت هتكمل بيها على الملف اللي بعديها. اسم نادر الخياط في الموتور سبورت من الاسماء المهمه قوي. النهارده التجارب كانت اخبارها ايه؟ النهارده التجارب انا طبعا انت عارف الفايبريشن علشان ما فيش مساعدين والكلام ده، فانا دخلت النهارده هم شغالين ما شاء الله بيجربوا، انا لفيت حوالي 6-7 لفات افك بس العضلات عشان ما احسش بالام اكمل. يعني كنت في الفراعنه في الكواد، هيفرق معاك بقى. انا قعدت في الجيم قبلها شهرين بس ما حسيتش بحاجه، بس دي متعبه العربيه دي جدا، فانا حبيت ان انا اخدها بالتدريج عشان ما اضغطش قوي. بس انا كده كده يعني الوزن فارق كتير جدا، كده كده المشاركه، وانا مستني اشوف. هفضل ورا اللي قدامي قدر الامكان علشان ايه، استنى العربيه اوفر منه ستيرنج شويه ان انا اعدي في اي وقت. بس نادر، وان شاء الله بكره تبقى جوله قويه وجوله سريعه، ومبسوط ان انت موجود ودايما كده منورنا في كل السباقات. جرب النهارده كان اخباره ايه؟ طبعا النهارده كانت حلوه، بس احنا لسه مغيرين كاوتش طبيعي، اول تجارب بنحب نغير الكاوتش، نسخن الكاوتش عشان لسه بيفيد طبقه فوقانيه بنحاول نشيلها كلها عشان الكاوتش يبقى ماسك كويس. كلنا كان عندنا مشكله ان الكاوتش كان بيمسك بزياده، فبنغير بقى ضغط الهواء بتاع الكاوتش عشان يسوت يعني ارتاحنا. رامي عنده خبره اصلا، خلي بالك في الفورمولا 1 وبيحب الفورمولا 1، فاكيد هتلاقيه حاطط دماغه كلها دلوقتي معاك. جدا جدا بالسنتي، بيز كلها بالسنتي. توفيق وجود لك يا فاروق، وان شاء الله يبقى بكره سباق قوي وانطلاقه قويه، ونشوف البوزيشن هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. ثانك يو، جود لك. ثانك يو.